انجح في حياتك. الساعة الثانية من انجح في حياتك، مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. ساعة ثانية وقيت استقبال ضيفنا الرئيسي في حلقتنا بالنسبة لليوم. ضيف كان باش يولي طبيب دوخة في وسط الكابينيه متاع طبيب وهو صغير، من الأسباب اللي خليته يبدل التوجه متاعه، ويمكن الحمد لله بدل التوجه متاعه على خاطره سنين بعد الحادثة هذه باش يولي واحد من أكبر الأدمغة التونسية، واحد من كبار علماء الرياضيات في تونس، وما قلت الشهيرة تفسرها لكم بعد، الرياضيات أداة للتنمية، الرياضيات قنبلة معرفية، كان يقول لي توا للي يعرف يخدم بها. هو مؤسس ليبيست، هو مؤسس زاد المدرسة الوطنية للتقنيات ليكول بوليتكنيك دو تونيزي، وهو من مؤسسي إسبري قبل ما يأسس ويدير ESB إسبري سكول بيزنس، وهذا شوية من البرشة حاجات اللي عملهم، قصة نجاح استثنائية ومسيرة استثنائية. لضيف اليوم سي محمد جوة، مؤسس ومدير ESB. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك سي حمزة، وبارك الله فيك على الدعوة. الله يخليك وشكرا لك على تلبية دعوتنا، وأنا سعيد جدا باستقبالك بحذانا اليوم في شمس فام. شكرا. مرحبا. باركور طويل جدا، وباركور كله مبني على الرياضيات ومبني على المات. هاو باش نجي وباش نجي لأهمية الرياضيات وبلاصتها المحورية اللي انت تخزر لها اليوم في كيفاش النجم نبنيو بها اقتصاد البلاد سي محمد. أما قبل حبيت نبدأ معاك بتقديم للناس اللي ما تعرفوش محمد جوة من هو. محمد جوة هو جامعي، أستاذ حياتي كاملة أستاذ جامعي في علوم الرياضيات، الرياضيات التطبيقية. أيه. هي هذه كانت وقت اللي نقرأ في الرياضيات في كلية العلوم بتونس. أيه. ما كنتش نعرف شو معناه الرياضيات التطبيقية. أيه. طلعت عليها وبفضل سي محمد عمارة ربي طول في عمره اللي كان أستاذي اللي بعثني فهمتني لفرنسا باش نكمل الدراسة متاعي. وقتها كنا نعملوا DEA وبعد عملنا تيز دو تخوازيام سيكل ودكتوراه تروح الدوله. شيء هذا الكل في جامعه باريسيس. باريس السادس، وفي لابوغاتوار اللي هو مخبر نتاع رياضيات تطبيقيه. وغاديك طلعت وفهمت شنو هي الرياضيات التطبيقيه. الرياضيات التطبيقيه هذه دونك انا هذه هي ديزون كانت فهمتني ان بوان دو ديبار، يعني نقطة انطلاق للرياضيات التطبيقية، للكلمة اللي قلتها ذكرتها. أي. للرياضيات كأداة للنمو. علاش فقط؟ خلينا نبداوها من غادي سي محمد. محمد جولي ما قلتوش اللي هو دكتور دولة في الرياضيات، دكتورة الدولة هذه تحصل عليها من فرنسا. طيب بعد زاد مهم وباش تقول لي سي محمد قبل ما نجي أهمية الرياضيات في التنمية، حبيتك تفسر لنا علاش محمد جوة اختار الرياضيات، وعلاش اختار انه يكمل الرياضيات في تونس وقت اللي بدكتوراه الدولة اللي عندك من فرنسا من الثمانينات، كنت معناها في اوتورو تبقى في فرنسا على روحك في طريق مفتوحة كاريرك ومستقبلك كذا، علاش عملت مات سي محمد وعلاش رجعت لتونس في الثمانينات؟ علاش عملت مات؟ هي في الحقيقة هذا سؤال وجيه. كانوا الأولاد والبنات اللي في عمري من الجيل متاعي أنا كي أي. كانوا يقرأوا معناها مليح في المدرسة أي. مصيرهم كان يعملوا طب أكثر من ماتيماتيك. فلا صحيح. هاي هاي حلم هكا العائلات الكل، حلم الأولياء، والأولياء خاصة حلم حتى التود. وتونس كانت في الوقت هذاك في حاجة المزيد من الطب، برشا طب معناش طب، كانوا الطب اللي داووا فينا هم جايين في الوقت هذاك من بلغاريا من الدول الاشتراكية في الوقت هذاك، والطب فرنساويين اتسيتيرا، أما الطب التوانسة كانوا أقلية قليل برشا قليل. فتونس في حاجة، إنما الطب كعلم ما كانش مرضيني، ما كانش الفكر متاعي ما كانش يرضى علي. علاش؟ في الوقت هذاك الطب كان يختلف ياسر على اللي هو اليوم. كي تمشي للطبيب تدخل المخبر اللي فيه تكنولوجيا حديثة وسكانير وإيكوغرافي، أسيستي الطبيب بتكنولوجيا كبيرة ياسر، يعني ياخذ في قرارات اللي هي مدعمة تكنولوجيا متقدمة ياسر. التكنولوجيا هذه 30 سنة التالي كانت تكنولوجيا تستعمل فقط
في الامور معناها نتاع لي اندستري دو بوينت في في الحروب في الطيارات في في السباسيال في حاجات من نوع هذا تولات فهمتني نستعملوا فيها في الطب في الطب في غيره دونك الطب في الوقت هذاك ما كانش يراضيني على خاطر كان فيه برشا حفاظه وانا نقولها معناها واش ما تحبش الحفاظه اي انا نقول اذا عملت رياضيات على خاطر عندي شويه بخل ايوه شنو البخل البخل هو الحفاظه بيان سور تسمح لك باش تتعلم حاجات وتجم تعودها لكن هل تسمح لك باش تبدع هل تسمح لك باش تفهم كيفاش الحاجات ماشيه كيفاش تتربط ببعضها انا هذاك هو اللي كان هو اللي عندي رغبه فيه نحب نفهم وعندك برشا مواد في المدرسه اللي تسمح لك باش تفهم الرياضيات واحده منهم كان مش اولهم دكور. الفلسفه التاريخ عندك برشا مواد اللي فيهم تطرح أسئلة لنفسك ولا الأستاذ يطرح لك أسئلة وانت تحاول باش تجاوب الأسئلة هذيك مش جواب حفظ بالتفكير بالتخميم أي. بالكلمة اللي يقولها أي. ابن خلدون في المقدمة اللي هي دي تيت بيان فات كابابل دو ريزوني جوست يعني ويقول ابن خلدون في المقدمة لهذه وليدة الرياضيات اللي حق كل واحد في المدرسة يبدأ الدراسة متاعه بها على خاطر هي اللي تركز الكفاءة متاع الغيزونمون الغيزونمون وانا الغيزونمون ما انتغيسي كان يهمني أكثر من البقية من الجانب الطبي افهم لا والطبي فيه دو غيزونمون انما سي ان غيزونمون كي روبوز بوكو بلوس سور لا في الوقت هذاك اي في الوقت هذاك نتاع اليوم تبدل ياسر فزادت لا بتيت انيكدوت اللي قلتها اللي مشيت مع امي المخبر نتاع اناليز ميديكال ومعناها لا بريز دو سون فكان الدم كان فيه ان بتيت انسيدون وانا شفت الدم وما تحملتش شيء هذا عمري وقتها بتاتر 12 سنه ولا حاجه هكا مي في الوقت كانت القطره هذيك اللي فايت هذيك سي لا غوت دو سون كي افي ديبوردي لو فاز قلت فك عليك من الطب فهمتني اي دونك الرياضيات كانت لا فوا لوجيك اللي عندي فيها ان بو فاسيليتي معناها حاجات اللي ونتائج اللي هي لاباس بها معناها في المدرسه ومشيت وعملت الرياضيات وعملت باركور في تونس وعملت باركور في فرنسا قلنا وصلت به سي محمد الى دكتوراه دوله سؤال مازال يطرح حتى اليوم على برشا توانسه وكان مطروح خاصه في وقتك انت انسان متميز من القلائل كان مش الاول وقتها اللي يعمل ماتيماتيك ابليكي في تونس يتحصل على دكتوراه دوله من فرنسا ايش مرجعك لتونس سي محمد علاش سي تونفي دو ريفونير للبلاد في الثمانينات والله في الوقت هذاك كان لا كيستيون كانت تطرح اقل من اليوم يعني كان ثم ديزون اون فوا عاديه اللي تمشي تقرا لبرا بفلوس الدوله ولا لا اما ان توكا هي اللي وصلتك لبلاد هذه باش تنجم تقرا لبرا باش تنجم فهمتني تاخذ توصل لمستوى الكفاءه اللي انت وصلت له ما فيها باس كي ثم شويه رد فعل وترجع وتخدم بلادك وتخدم الاجيال اللي بعدك دونك هذا كانت فكره اللي تو ممكن يضحكوا عليها شويه تو نقصد ياس اي ما يمكن في برشا مجالات سي محمد نفهم في مجالك انت ماتيماتيك ابليكي ما انت شو مرجعك صحيح وهو بعض الزملاء والكثير من الزملاء الفرنساويين وغير الفرنساويين اللي كانوا معايا في فرنسا قالوا لي شماش تعمل في تونس على خاطر الرياضيات التطبيقيه هي تطبيقها في الوقت هذاك في اول الثمانينات هي تطبيقها في صناعات اللي مش موجوده في تونس اللي مثلا الطيارات الحربيه الاسباس معناها اللي هي معناها النوكليير اللي هي حاجات اللي كلها ما عندناش في تونس يقول لي يا اخي معناها مروح لتونس شماش تعمل بيها. أنا بالفكر متاعي في الوقت هذاك مش مفروض باش يكون في الصناعات أما يكون في الصناعات الأدمغة متاع الشبان جدد متاع الشبان اللي هو يعني تساهم في والجامعة التونسية كانت في حاجة للكفاءات هذه التونسية اللي بعثتها تدرس في فرنسا وتاخذ في دكتورات تروحات الدولة وأنا مش الوحيد اللي رجعت بالطبيعة ثم الكثير من الجيل متاعي اللي رجعوا موجودين وتوا متقاعدين والبعض منهم مازالوا ناشطين في هذا ولا غيره اللي رجعوا لتونس وهم اللي بناوا الجامعة التونسية
وهم اللي بناوا الجامعة التونسية اللي نعرفوها. أنا وقت اللي دخلت الجامعة التونسية في الثمانينات كانت فيها ديزون حكاية 30,000 طالب، اليوم فيها وصلت التقريب ل 400,000 وتو رجعت نقصت ولات في 250 ولا 240,000. البنية هذه بناوها الناس اللي كيفي أنا قرأوا في تونس وبعثتهم تونس يقرأوا لبرا ورجعوا تونس ويتسيتيقا. دونك هذا فيه نوع من الواجب، الواجب اللي ما تحسوش ثقيل، واجب كيفا دو سوا. هي ما فيها ذي يا سي محمد، وهنا شوية جانب بيرسونيل إيغويست نتاع يعني التفكير نتاع كل واحد يعني، وطبيعي نتصوروا نتاع كل واحد باهي داكورد، وانا نجم نكون عندي سنتيمون نتاع واجب، ولكن انا فكر في روحي في كارييري في مستقبلي في عائلتي. في كيفاش تعاملت معاه السنتيمون هذا في الوقت اللي تاخذ القرار هذاك؟ بطبيعه تقول هل هو القرار هذا هو اللي يلزمني ناخذه؟ اي اسكو مانيش عامل غلطه كبيره؟ اي وغلطه وبعد باش نندم عليها. ونقول لك الحق، في الثمانينات وقت اللي روحت أنا 83 كانت تونس في حالة عدم استقرار. ما يخفاكش معناها من 83 حتى 87 معناها كانت الواحد يتساءل يقول جيت نعمل بالضبط. أنا جيت نقري في التلامذة في اللانيت، وأنا كي نهبط اللانيت كل صباح باش نقري بيان مرتين على ثلاثة نلقى التلامذة مضربي. أيوة ما يحبوش يقرأ ولا. فهمتني؟ وتقول انت انا جاي في بالي نساهم في هذا وهو اللي فماش الظروف، ما فماش الظروف. دونك بيان سور ندمت وعده مرات وبعد في الاخر قررت باش نبقى في تونس وباش نواصل، وسورتو وقت اللي استقرت معناها دونك ولات ثم فهمتني خدمه اللي تجم تقوم بها اتسيتيرا. دونك يظهر لي وقت اللي تاخذ قرار مهما كان، كان ما تسألش، كان تكون فهمتني تقول ثابت اللي هو هذاك القرار مثلا ما كان هو يمكن فما شوية غباوة عندك ولا. فهمت؟ ديما واحد يسأل، ديما يلزم مش واحد مشكلة يتسأل. واحد يتسأل ويقول راني غلطت ولا راني ما غلطتش، مش مشكلة ولا. يغلط داكور، مش مشكلة يغلط. سوسي إتون أنا اليوم بعد تقريب 35 سنة نجم نقول لك اللي هو من الأحسن القرارات اللي خذيته في حياتي. علاش؟ كان بقيت في فرنسا طبعا كانت المجال مفتوحة قدامي أكثر، لكن الفرص البناء اللي لقيتها في تونس ما كنت نلقاها في حتى مكان أخرى، حتى بلاصة ما كنتش نعمل لي بيست، ما كنتش نعمل لي كل. وهذا اللي باش نجيوا فرص البناء اللي يمكن برشا ما يعرفوش سي محمد، اللي محمد جوا هو من العرس اللي بنات واللي أصلحت نظام تكوين المهندسين في تونس. بديتوه من مشروع ليبيست وصولا للمدرسة الوطنية للتقنيات ليكول بوليتكنيك دو تونيزي، ثم هذا في العام، ثم وصلت من بعدك لسبري وهذا في الخاص. علاش هالفولونتي متاع إصلاح نظام تكوين المهندسين في تونس؟ كيفاش جات الفرصة للمساهمة في الإصلاح هذا سي محمد؟ والله هي ديما فرص. أي. وقت اللي سي محمد شرفي طرح عليا باش ناخذ مسؤوليه مشروع نتاع لي بيست ولي كلاس بريباراتوار في الوقت هذاك، كان هذا بعيد ياسر على فكري باش نبعد على المخبر نتاعي ونتلهاب اداره وبعث مؤسسه جديده، على خاطر بعث مؤسسه جديده راهو ما فيهاش برشا رياضيات، فيها اداره ولا. اداره اي جيستيون اداره وواحد. دونك كان تقلقت شويه من العرض هذا، لكن قلت نفسي اللي أنا حياتي كاملة نقول اللي يلزمنا نعملوا مثل هذه المشاريع، وقت اللي يجي قدامك وزير ويقول لك أنا تفضل عاوني تفضل أعمل، ما تجمش تقول لا، ما تجمش تقول لا. فبالطبيعة قلت له إيه وقلت له إيه وقلت له أكثر من هذا، لي بيست وحدها لي كلاس بريباراتوار ما هيش كافية، على خاطر في الوقت هذاك بداية التسعينات لي زاني 90 ولا 89 سي محمد شرفي بعث الكثير من اللجان اللي هي اعطات فهمتني توصيات، منها التوصيات نتاع بعث مدارس تحضيريه اللي هي كانت لي بيس بعد مثل المدارس التحضيريه اللي حدثت في المغرب اللي سبقنا في اللي في نفس الوقت يعديوا التلامذه نتاعها المناظرات المغربيه في المغرب وفي نفس الوقت مناظرات فرنسويه للالتحاق بالمدارس الهندسه البارزه نتاع فرنسا. دونك احنا قررنا
في تونس وسي محمد شرفي قررنا باش نعملوا إصلاح المدارس التحضيرية عن نمط هذاك. وسي محمد شرفي طلب مني باش نتلهى بالمشروع، وقلت له اللي المشروع هذاك إذا وقف على المدارس التحضيرية يبقى منقوص، على خاطر بلاد يلزمها تحكم في الريبرودكسيون، يقول بورديو لا ريبرودكسيون دي زيليت، معناها في صنع من جديد صناعة النخبة، النخبة متاعها على خاطر النخبة متاعها هي اللي تحكم في البلاد، وكان النخبة مش موجودة البلاد يحكموا فيها نخب بلدان أخرى. دونك هذه هي قضية متاع استقلال واستقلال ذاتي. دونك هذا سي محمد شرفي قبل المبدأ هذا، وهذه كانت بعث لكل بوليتكنيك، المدرسة التونسية التقنيات اللي الترجمة متاعها مش خارق العادة لكن على خاطر هي تبعثت بالفرنسوية وبعد الترجمة العربية، فهمت؟ سي كوم سا هكا عملنا، فهمتني، قطب، فهمتني، امتياز علمي وتكنولوجي متاع المرسى تربية. دونك اللي فيه اكسلون. سي محمد بعد شويه بعد الفاصل حبيتوا يحكينا ساعه سي محمد باش نفهموا على شنو قاعدين نحكي، وباش نفهموا عمق التجربه، باش نفهموا الراجل منين جاي وشنو التجارب اللي عملها، لانه بعد شويه باش نجيو للنصايح وباش نجيو للمفاتيح اللي يتصورها هو اليوم لازمه باش واحد ينجح في مسيرته، ينجح في الشيء اللي قاعد يعمل فيه. لكن مازلنا باش نحكيوا شويه اخر سي محمد، كيفاش هذه صناعه النخبه؟ كيفاش نجموا نعملوا نخبه؟ كيفاش نجمو نحكمو في مصيرنا إذا ما نعملوش نخبة؟ باش تحكي لي زادة على رأيك في الامتياز، لأنه حكينا شوية في الكواليس على الامتياز وكيفاش نحقو الامتياز وكيفاش الواحد يوصل للمستوى اللي يلزمه يكون موجود عليه. محمد جوا مؤسس ومدير USB مازال معانا، بعد شوية كملوا الحكاية. مرحبا بكم من جديد، وأنا سعيد برشا كما قلت لكم بأنه معانا اليوم سي محمد جوا مؤسس ومدير USB. تبارك الله، معناتها نخاف ننسى حاجة، ذيك علاش ما نحبش نقول لكم على الباركور نتاعو الكل. هو من أعمدة إصلاح نظام تكوين المهندسين في تونس، هو من مؤسسي لي بيست، من مؤسسي ليكول بوليتكنيك دو تونيزي، صاحب دكتوراه دولة في الرياضيات التطبيقية من فرنسا، باركور طويل هزوا اليوم إلى تأسيس وإدارة USB. مرحبا بك من جديد سي محمد. مرحبا بك سي حمزة. شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا. فكرة محورية قبل ما نجيو لفكرة النصايح ولا المفاتيح اللي نحبها ياسر ومستمعينا زادة كيف كيف في البرنامج هذا سي محمد، اللي هو من عصارة التجربة متعظيفي، نحبه ديما يعطينا من تجاربه هو من سنوات خبرته شنو اللي يظهر له مفاتيح وإلا النصايح اللي يعطيهم للشبيبة باش ينجموا هما يبنيوا مستقبلهم وينجحوا في حياتهم. أما قبل ما نجي لهذه، فكرة مهمة ياسر قلتها لنا قبيلة شوية، صناعة النخبة. البلاد ما تنجمش تكون مستقلة من غير ما تصنع نخبتها، من غير ما يكون عندها نخبة. كيفاش تعملها هالنخبة هذه سي محمد؟ هو الكلام هذا مش خاص بينا احنا. أي. فرنسا وقت اللي بعد الحرب العالمية الثانية، وقت اللي دوغول رجع للحكم، أول ما أسس هي المدرسة الوطنية للإدارة. أي. لينا. صحيح لينا. اللي هي اليوم تحكم في فرنسا. اللي هي تحكم في فرنسا. أي. هي رؤساء أكثريتهم خارجين منها. بالضبط. والنخبة متاعها والوزراء والديبوتي معناها النواب. النواب وغيره برشا منهم خارجين منها. ما تنجمش تبني دولة. أي. ما عندكش نخبة باش تمسك المناصب وتسطر السياسات، والنخبة هذيك تتكون، ما تجيش من عند ربي. أي. يلزم تتكون أحيانا طبعا بالصراع السياسي وبالاحتكاك. أي. لكن تتكون زادة بالثقافة السياسية وبالثقافة التاريخية وبالثقافة التكنولوجية، على خاطر اليوم اللي يمسك المفاتح والدمان متاع البلاد وما عندوش ثقافة تكنولوجية هو ماشي يهزها في منهج اللي ما هوش منهج العصر. داكور. وهذاك علاش داير انت تقول انه، ونرجع مرة أخرى لهنا في إطار صناعة النخبة وفي إطار الرياضيات ورياضيات تطبيقية، قلت لي في الكواليس سي محمد اللي مات والرياضيات هي قنبلة معرفية، شي حب يقول كلام هذا؟ والله هذا شيء اللي الناس الكل يلاحظوا فيه. نشوفوا اللي اليوم الاقتصاد أصبح
اقتصاد المعرفه نسميوه بالضبط. ما عادش الاقتصاد نتاع بكري نتاع مصانع الكبيره والمعامل وكذا يعطيك الصحه. كل شيء في ابليكاسيون اليوم في تليفون كل شيء في ابليكاسيون ابليكاسيون هذيك وراها ذكاء وكفاءات دي كاباسيتي دو كالكول. دونك الشيء هذا الكل اللي تلقاه في ابليكاسيون هذاك هو ناتج من المواد الرياضيات اللي كانت فقط قلت الكلمة متاع ابن خلدون أداة لصناعة أفكار معدلة فهمتني. اليوم أصبحت أداة وأداة هامة كبيرة للتنمية الصناعية. أكبر شركات في العالم أنت عطيتني قبيلة أمثلة هي اليوم مش بتاع بترول هي بتاع المعرفة فعلا وهي متاع المعطيات لدوني لدوني والمعطيات مش فقط تلمد معطيات ولا الملايين ولا المليارديرات من المعطيات يلزمك تعرف شو تعمل بيهم بالضبط. وكي تعرف شو تعمل بيهم هذاك وراهم يعني الجوريتم يعني عدديه ورياضيه ستاتستيك وهذا الكل الشيء هذا الكل اساسه رياضيات مش الكل مات اساسه رياضيات. فالرياضيات اصبحت في الثمانينات وقت اللي روحت لتونس عندها دور لا محال لا باس به في تكوين المخاخ وفي تكوين وفي بعض النماذج اللي ما كانتش عندها قيمه ولا بلاصه كبيره اليوم اصبحت محوريه. وهذا الشيء هذا صار في ظرف 30 سنه ولا 40 سنه. في ظرف 40 سنه تعدينا من اقتصاد القرن العشرين والمفاهيم نتاع الاقتصاد نتاع القرن العشرين معناه اللي يملك المعامل هو اللي يملك كل شيء الى القرن 21 وحنا تو باش نمشيو في الايكونومي 4.0 اللي هي المعلومه والكفاءات وكيفاش تستعملها كيفاش تستعملها هي ولات القنبله الذريه اللي تحكي عليها. واضح. بعيدا عن المات سي محمد جواب الامتياز والمستوى اللي انت زاد حكيت عليه انه ما تنجمش تكون في حاجه باهي ما تنجمش تكون تعمل الاكتفاء نتاعك والا الاستقلال نتاعك كما ينبغي كان ما عندك نخبه وصناعة نخبة وكان ما عندك امتياز وتميز. أنا كدولة أو أنا كشخص إيش معناتها امتياز؟ إيش معناتها أنك تكون متميز ممتاز؟ كيفاش نجم نكون متميز ممتاز؟ بارك الله فيك في السؤال هذا على خاطر هام جدا. أي. المفهوم نتاعنا في تونس نتاع الامتياز هو المتفوق في المدرسة. أي صحيح. مثلا مش نحكي لك معناها وقت اللي عملنا لي بيست في عام 92 أول جيل دخل لي بيست في الوقت هذاك كانوا التوانسة مترددين قول لك زعما مش يعملوا لنا كلاس بريباراتوار على كيما في فرنسا معناه ما عندناش متشكين ما عندناش ثقة ما عندناش ثقة وثم علاش دونك اللي دخلوا للي بيست توا باش تدخل لي بيست معناه المعدل نتاعك تحت 18 وحاجة ما انساها انسى في الوقت هذاك آخر واحد من الآخرين الاخرانيين اللي دخلوا دخل معدل 13.5 اسمه مختار ما نذكرش اللقب نتاعو جاي من قبلي معناه زرف كان جاء العام اللي بعده ما كانش يدخلش فهمت زرف بعد عامين عدينا اول كونكور نتاع ليكول بوليتكنيك نتاع باريس وكان عندنا في اللي باس فقط واحد ناجح شكونه مختار دونك باش نقول لك المقاييس نتاع الامتياز نتاعنا بعيده كل البعد شفت ما هيش شامله بيان سور لازم يكون واحد متفوق في المدرسة مش نوت ما هيش معدل الامتياز واحنا كان تسمح وقت اللي تولينا وعملنا اسبري في اول 2000 او ديبيو دي زاني 2000 معناها 2003 تبعثت اسبري المشكله نتاع تونس اش كانت نكونوا في 1000 مهندس في العام تقريب وإحنا في حاجة 3000 وطريقة تكوين المهندسين متاعنا ما تسمح لناش باش نوصلوا 3000 علاش على خاطر قلنا ما ثم فقط طريقة متاع تكوين المهندسين هي عن طريق الكلاس بريباراتوار والكونكور اللي إحنا أسسناهم اي فوالا اي لكن ما أسسناهمش باش يكونوا الطريقة الوحيدة دونك
تكلمنا وكما يقولوا سامحني في اللفظة مبحنا فهمتني قد ما حبينا والنظام التربوي ما كانش يسمع دونك قلنا وقتها سي طاهر بالأخضر كان في حالة كان ديسبونيبل على خاطر خرج في تقاعد اي قلنا يا سيدي الفكرة هذه خلينا في عوض نتكلموا عليها خلينا ننفذوها فوالا واسبري هي مدرسة متاع امتياز لكن امتياز مختلف على ليكول بوليتكنيك هما الامتيازات فهمتني يصبوا فردوات يجيوا من عدة جهات يتحسبوا بطرق مختلفة يعني مختلفة لكن هما الكل يصبوا فردوات واضح هذايا الامتياز اللي اعطيتنا ومهم ياسر هالفكرة رغم اللي حتى يمكن عند بعض برشا أساتذة ما نلقاهاش سي محمد راهو الامتياز ماهوش نوت الامتياز ماهوش عدد تعطيهولك المدرسة خليني نرجع للنصايح توا سي محمد جوا ولا المفاتيح من خلال تجربتك ومن خلال تجربتك بمختلف مجالاتها وكأستاذ كمسير كمدير شو الحاجات اللي تنصح بها الشبيبة اليوم اللي يحب يبني ثنية اللي يحب يخدم اللي يحب يبعث مشروع اللي يحب يعمل حاجة اللي شنو تنصحه شنو تقوله شنو المفتاح اللي انت استعملته ولا شنو اللي انت ضيعت فيه برشا سنين وبعد تعلمته وهو تنصحوا بها بشو ما يضيعش نفس السنوات هذه شو تقوله أنا أول حاجة نقوله يمكن الحاجات اللي من الأفضل ما يعملهاش به أي شو ما يزمكش تعمل ترى ما تمشيش في الأفنو اللي واخذينها الناس الكل. الناس الكل ما تبعش القطيع واحد ما تبعش القطيع لو كان القطيع هذاك ماكش مقتنع به داكور ونرجع أنا للتجربة متاعي فقط معناها هذيك اللي نجم نفيد بها الشباب نقول لهم أنا كان جيت يعني تبعت الطريق متاع الناس الكل ما كنتش نروح لتونس في عام 1983 على خاطر منطقيا وانا رياضي منطقيا تحسبها مليح منطقيا معناها الحساب متاعها ما ثماش صحيح. ما تلقاش حسابك ورغم ذلك أنا هذا من أحسن القرارات اللي خذيتها في حياتي على خاطر صحيح كان بقيت في فرنسا كنت نلقى فهمتني حاجات مبنية مشيدة اللي تستوعبني اللي تقول لي إيجا مرحبا بيك وكنت ديجا في أحسن مكان من أحسن الأماكن اللي موجودة كنت معناه باحث في ليكول بوليتكنيك متاع باريس شكون يحب خير من هكا فوانا قررت باش نروح لتونس وهذا من أحسن القرارات اللي خذيته وعلاش على خاطر أولا رضيت على نفسي ثانيا الأفق والفرص اللي لقيتها في تونس اللي هي بناء بلاد في حاجة قاعدة تبني في حاجة الناس اللي تبني صحيح. يعني الفرص اللي لقيتها قدامي كانت متعدة وما كنتش نلقاش طرها في فرنسا دونك واحد ما تبعش القطيع خاصة كانك ماكش ممن بالشيء هذاك اللي قاعد ماشي فيه الأغلبية اثنين تبع الحاجة اللي تعمل فيها كيف أي أيوة. اللي تعجبك كان الخدمة متاعك تقوم الصباح وتقول نعمبوها النهار ناي. فهمتني بدل من خدمة ولا. بدل من خدمة الخدمة متاعك يزمك تكون تلقى فيها كيف أنا وقت اللي عملت لي باست جاتني شابة اللي تو تعقل نفسها هي وامها وامها دانتيست بسنين وماذا بها بنتها تاخذ عليها المشعل تاخذ عليها المشعل سورتو مشعل فيه زادة كابيني وكابيني لباس به وكل شيء وشفت اللي صعيب ياسر باش نحكي مع الأم اللي نسلم عليها على خاطر هي صديقة فهمتني دونك كلمت البنية قلت لها أنت عايش بنتي شنو الحاجة اللي تحب تعملها في حياتك قالت لي ما نعرفش مهنة دونتيست مهندسة ما نعرفش قلت لها باهي شنو الحاجة اللي في قرايتك تعمل عليها كيف قالت لي أنا المات والفيزيك اي قلت لها والسيونس نات اللي هي تهز قالت لي هكاكا وبرا قلت لها به ما لهات يزينا من القراية هات نشوف انت عمرك 19 سنة بيانتو فهمتني مش تبدأ تبني حياتك ماشي تختار صديق ورفيق في حياتك هذه تختار شي واحد ما تحبوش قالت لي لا بدن قلت لها الخدمة متاعك مش تعدي معها وقت أكثر من راجلك وأكثر من أولادك كان الوقت هذاك تعاسة مسكينة وبنتي وبرا الخدمة متاعك يلزمك تحبها يلزمك اللي تعمله يلزمك تحبه
لا فقط على خاطر تبدا مرتاح، لكن في نفس الوقت ما تقد كان شي الحاجة اللي تحبها اللي تعمل عليها كيف، على خاطر تسهر عليها الليالي، وكي تسهر عليها الليالي ما تفيقش بالوقت، ما تقولش كيفاش عديت الوقت، ما تبوينتيش تحسب بالدقيقة وقتاش تحسب وقتاش مش نخرج. دونك هذيك هي اللي مش تكون ناجح فيها. وقت اللي تكون ناجح فيها تكون متميز، يعني مش تكون ناجح فيها أحسن من غيرك. هذه هي مخ الهدرة. ويزهضي مش لازم نزيد نصيحة ثالثة ذولي معليه هنا فيلو تو ثالثة مش لازم. مشكور جدا سي محمد جوا مؤسس ومدير USB على كل ما أفتنا به. يعطيك صحة سيدي، يعيشك. شكرا لي. نزيدك ليه قل لي تفضل بيان سور تفضل. ماشي نقوله باش نرجع للدور الرياضيات. في كل حاجة عندها دور. وقت اللي أسسنا USB في عام 2016 كانت موجودة تقريب فوق 30 مدرسة متاع مانجمون متاع بيزنس متاع إدارة عمل. وقلنا هل يفيد نزيد واحدة إضافية؟ وجواب متاعنا كان ملزمهاش تكون إضافية، يلزمها تكون مدرسة متاع المانجمون متاع القرن 21، اللي هو في نفس الوقت مانجمون لكن عددي، معطيات وثقافة عامة. لي تيت بيان فيت كابابل دو ريزوني جوست. ميرسي. شكرا سي محمد جو، يعطيك الصحة على كل ما أفدتنا به. إن شاء الله تكونوا خذيتوا البعض من النصائح المفاتيح اللي أعطاهم لنا سي محمد جو في الرحلة هذه اللي رافقنا فيها على طول ساعتنا الثانية في انجح في حياتك. انجح في حياتك.